السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم جميعا يا رب تكونوا بخير دايما يا رب العالمين هنعمل دلوقتي مع بعض فطيرة راقية جدا هنعملها بالتفاح وبالجوز أو بعين الجمل فطيرة حلوة جدا هنقول مع بعض المقادير واحنا شغالين أنا عندي هنا 500 جرام دقيق يعني نص كيلو دقيق كوباية إلا ربع لبن ونص سكر ونص كوباية سكر نص كوباية زيت وبيضة اول حاجة هنبدأ بيها هنخلي الحشوة الاول على جنب ونبدأ في العجينة بتاعتنا هحط البيضة بتاعتي وبعدين اجيب اللبن بتاعي كوباية الى ربع واحط معاه كيس خميرة يا كيس خميرة فورية يا اما قطعة خميرة فريش زي ما انت عاوزة المتوفر عندك اعمليه وهنقلبه كويس وهنغطيه دقيقتين ثلاثة علشان الخميرة تتفاعل مع اللبن ابدأ بقى اعمل ايه البيضة بتاعتي اهيت هحط السكر وهقلب ركزوا معايا علشان هي فطيره حلوه قوي قوي وهتعجبكم هتدعوا عليها ان شاء الله وبعدين هنزل بالزيت زيت ذره اي زيت عندك اشتغلي بيه ما فيش مشاكل اهو يبقى حطينا البيضه ونص كوبايه سكر ونص كوبايه زيت وهنقلب كله مع بعضه زي ما احنا شايفين هاجي بقى هنا بعد ما كله اندمج مع بعضه اجيب بقى اللبن والخميرة بتاعتي اللي انا حطيتهم من شوية اهو اجي اللبن واجي الخميرة زي ما احنا شايفين اهي وهفضل بقى اقلب كويس فيها علشان لو في خميرة متكتلة او حاجة انا هفكها كده كده انا هشتغل في العجانة بس انا قلت اعمل الجزء المبدئي قدامكم كده بايديا والرشة حطيت على الدقيق بتاعي رشة ملح وهجيب ابشر قشر الليمون لو مش متوفر الليمون ومتوفر برتقال اشتغلي بالبرتقال مفيش اي مشكله الليمون والبرتقال واحد وطبعا الليمونه دي انا هاخدها بعد شويه هحتاجها علشان التفاح بتاعي اهو انا هبشر الليمونه كلها قشر الليمونه كلها على الدقيق هبدا بقى ان انا اجيب العجانه بتاعتي ممكن اعجن على ايديا مفيش اي مشكله كده تمام وكده وكده تمام هنزل بالدقيق انا بنزل بقلب جامد ليه لان المقدار مظبوط مفيهوش ولا كلمه طبعا اقدر اقولك ملحوظه بتختلف من, من نوع الدقيق لنوع الدقيق بس برده هيبقى الاختلاف بسيط جدا لو في اختلاف اجي هنا بقى بالخليط بتاعي الخميره واللبن والزيت والسكر والبيضه هنزل بيهم على الدقيق وهسيب شويه كده زي ما اتفقنا علشان نوع الدقيق عشان لو كان في اختلاف لكن هو المقدار مظبوط جدا جدا ابدا بقى ان انا اعجن العجينه بتاعتي هتشوفوا العجينه دلوقتي وجمالها حلو قوي وراقيه جدا وريحتها بتبدا تطلع حاجه, حاجة يعني حاجه جميله قوي افرغ الباقي ده في كوبايه علشان اقدر اتحكم فيه وانا بحط في العجانه زي ما احنا شايفين كده اهو انا بشتغل معاكم واحدة واحدة وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم قوي وبعد العجينة بتاعتي ما خلصت في العجان اجيبها بقى كده معاكم واوريها لكم علشان نركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعدها اهي اجمع بقى عجينتي بصوا العجينة ما شاء الله عليها مش هقولك على ريحتها عاملة ازاي حلوة جدا جدا ابدأ بقى كده بس قلت فيها لتتين كده علشان الهواء اللي فيها هجيب رشة زيت واحطها على العجينة بتاعتي اهي في مكان الكوباية اهي زي ما احنا شايفين ما شاء الله عليها ان شاء الله تعجبك قوي هغطي بقى العجينه بتاعتي انصحك هسيبها من ساعه ونص لساعتين حتى لو خبرت سيبيها تخمر هسيبها من ساعه ونص لساعتين كل ما اديت العجينه وقتها كل ما العجينه بتاعتي بقت يعني طريه جدا وهشه جدا وفي نفس الوقت حلوه قوي كل ما سبت العجينه كل ما ازدادها جمال هسيبها من ساعه ونص لساعتين نيجي بقى نشوف الحشوه بتاعتنا هنعمل فيها ايه انا عندي هنا عين الجمل او الجوز هركنه كده وعندي تفاحه واحده اهي وعندي مربة مشمش وبيضه والليمون اللي احنا زي ما قلت هستخدمه للتفاح والبيضه دي هاخد صفارها علشان ادهن بيها الوش هبدا ان انا اقشر التفاحه بتاعتي اهي اي نوع تفاح عندك مفيش مشاكل تفاح بلدي تفاح مستورد زي ما انت عاوزه هبدا بقى ان انا اقطعها كده واشيل القلب اللي فيها ده عايزاها ترانشات صغيره او شرايح صغيره اهي هاجي بقى هنا هاخد الليمون بتاعي هعصر عليها لمونة علشان التفاح احنا كلنا عارفين ان التفاح بي... لونه بيغير بيبقى غامق او بيسود او بيغمق بسرعه يعني فالليمونه بتاعتي بتحميه من اي تغيير في لونه اهي اقلب بقى كده واحطه في بوله صغيره على جنب انا كده حفظت التفاح بتاعي شوف بقى العجينة بص العجينة بسم الله ما شاء الله عليها آه حلوة جدا اخدت وقتها كله زي ما قلت لكم من ساعة ونص لساعتين وكمان والله عدت معايا ستها اكتر كمان من ساعتين اهي بصوا فل اهي اللي يبين لك ان هي جميله ان انت هتتحكمي فيها بايديكي تتفرد معاكي لما تيجي تفرديها بايديكي بصوا تتفرد معاكي معنى كده لازم تبقى دي ملحوظه مهمه ان العجينه مخدومه كويس مخدومه في العجن ومخدومه في التخمير كويس قوي زي ما احنا شايفين اهو بصوا اهي اجي بقى اخد النشابة كده بس افردها من هنا ومن هنا علشان ابدأ اشتغل في الحشوة بتاعتي على طول مش هقولكوا لكم على ريحتها رائعة رائعة بصوا بص السمك انا عايزه السمك ده اهو هبدا بقى ان انا ابدا اشتغل في الحشوه بتاعتي علشان افنش الفطيره بتاعتي ده شويه سكر اخد كده نص معلقه سكر على التفاح زي ما احنا شايفين ليه بقى علشان انا عايزه التفاح يكرمل هيكرمل وهيديني لون حلو قوي في الفطيره بعد التسويه ودي المربى بتاعه المشمش ابدا بقى نشتغل يلا في الحشوه بتاعتنا هاخد من المربى كده اقلبها بس كده افكها من بعضها هاخد كده بقى وافرد اعمل صفين بالمربع انا بسكت بسيبكم تركزوا معايا في اللي انا بعمله هاخد الصف الثاني اللي بقى هحط صف ارص عليه التفاح والصف الثاني احط عليه عين الجمل او الجوز هبدا بقى ان انا ارص حاجه حاجه ابدا الاول بالتفاح اهو الفطيره دي حلوه جدا للفطار وللعشاء وللمناسبات ولو كان عندك ضيوف نبدأ بقى ادي الجزايه واحده هنقسمها اثنين بالطول كده اهو زي ما احنا شايفين طبعا عندنا التفاح آه قوي جدا للمناعه وللصحه وعندنا عين الجمل او الجوز قوي جدا لل... للدماغ تحديدا او للمخ يعني احنا بنعمل حاجات في نفس الوقت حاجات حلوه جدا وفي نفس الوقت بتقوي المناعه عندنا وحاجات صحيه ، نبدأ بقى ان احنا نجيب الطبقتين على بعض اهو بصوا وأفرد فرده بسيطه جدا بايديا اهو اقفل بقى كده بالسيف بتاع ايديا او بحرف ايديا اقفل الفتحه بتاعت اول راقه كده اهي اجيب التانية بكل هدوء كده علشان التفاح اهو حتى لو تفاحة شريحة طلعت منك او حاجة تقدر تدخليها بايديكي مفيش مشكلة وكده كده احنا هنطبقها كمان تطبيقة علشان اقفل خالص على التفاح وعلى الجوز زي ما احنا شفنا شايفين كده بالظبط ابدا بقى كده ان انا اقفل بايديا اهو وهنجيب بقى السكينه علشان نقطعها ونحضر الصينيه بتاعتنا احط نقطه زيت كده في الصينيه ولا معلقه زيت صغيره واجيب ورقه زبده وافرشها في الصينيه ابدا بقى ان انا اقطع كل العجينه بتاعتي مقاس واحد هوريها لكم بصوا جمالها حلوه جدا 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 اهي عين الجمل من حته التفاح من حته بصوا انا هحطها كده بالطريقة دي علشان انا هسيبها برضو تخمر شوية احطها زي المثلثات كده زي ما احنا شايفين اهي اجي بقى هنا اجيب صفار البيضة الصفار بس مش الصفار والبيض او مش البيضة كاملة اقلب الصفار بتاعي كده وابدأ ان انا ادهن الوش معايا كده خلي بالكم هي هتاخد بالظبط بعد ما اسيبها ربع ساعه كمان كده اغطيها واسيبها ربع ساعه بعد ما ادهن الوش هتاخد معايا بالظبط في الفرن عندي اخدت نص ساعه بالدقيقه نص ساعه بالظبط على درجه حراره من 180 ل 170 من 170 قصدي ل 180 وبرده حسب درجه سخنيه فرنك بعد بقى ما ريحت كده الربع ساعه بتاعتي بصوا بدات تخمر اكتر والدليل ان هي بدات تلزق في بعضها وبدات العجينه بتاعتي تكبر او تنفش كده ابدا بقى ان انا ادخلها الفرن زي ما قلت لكم هتاخد عندي نص ساعه بالظبط اهي بصوا الجمال هي سخنه لسه بس رائعه انا مش هقول لكم ريحتها عامله ازاي ريحه بتاعتها قلبه الشقه كلها طرية بصوا عاملة ازاي رائعة حقيقي رائعة انصحكم ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتدعوا بجد بعد ما شلتها من الصينية اوريها لكم بس هي علشان سخنة معلش في ايديا فانا عايزة اوريكم حتة علشان ما استناش لما تبرد واطول عليكم الفيديو وحوريكم الكرملة بتاعة التفاح بصوا بصوا عين الجمل ظاهر فيها وجميل ازاي وادي التفاح من الناحيه الثانيه قلت لكم ناحيه, ناحية تفاح وناحيه عين جمل وبصوا من ورا من ورا الكرماله بتاعتها عطياني لون جميل وطعم اجمل وريحه اجمل واجمل ده الكرماله بتاعه السكر اللي احنا ضفناه على التفاح بصوا طريه قوي ازاي باذن الله هتجربوها وباذن الله هتعجبكم وهستنى منكم تعليقاتكم على القناه وعلى الفيديو واللي لسه عندي ما دخلش وشرفني في القناه وبتفرج عليا لاول مره يا تشرفني بالاشتراك وباللايك وبالشير للفيديو وبالف هنا وشفا سلام عليكم